شنو اقول لك، انا بديت النهار كان كاسيت قبل ما يجي سيدي، بديت مولا 12 عام في عمري، درت الاغنيه الاولى على الام على الوالده. كانت صعيبه زعما باش تسجل البوم فيه ثم اغاني، بتروح الاستوديو بات تلقى من سطيف واحد يعاونك والله باه يقدمك لا تيليفزيون. كان صعيبه بزاف علينا لا تيليفزيون، كان بزاف حوايج. مي كيما دوكا تقدر في اي لحظه، يقدر اي واحد ما لشتا اليوم وين بدا يقدر يطيح في اغنيه اللي تساعد الجمهور، هذا جيل لا جينيراسيون اللي تساعدهم وش نورمال. تسمى دوك لي ديتار ولا ما كان والو، غير ما يكون يخرج غير راه يخسر باطل. وفي 12 سنه يعني كي بديت ما كانتش معارضه من الاهل؟ يعني نعرفوا احنا سميه كانت معارضه. احنا طفل مازالوا يقرا، مازالوا بالك كان يقرا في السيام، والله تقول لهم نروح نغني، تقول لهم نروح نغني، يعني تجيها شويه انورمال. والله دوك الحكايه كيفاش جات؟ هي جات كانت انا كان في عمري 5 سنوات، سيبارات الام تاعي مع الاب. بقيت من عند بيت جدي، جات في راسي قلت والله غندير اغنيه. جامي دخلت دار شباب ولا درت في راسي بلي انا راح نوصل كذا ولا، راه ديريكت عمرت كاسيت في الضربه هذيك. كانت الالبوم يدير 1.5 مليون.